هنا ومن على المنصة دي ببعت رسالة لرئيس جمهورية مصر بقول له من هنا ورايح مش عايزين السلام الجمهوري بموسيقى، السلام الجمهوري لازم يكون بالغنى بتاع الشعب نفسه، لأن عمري ما حسيت بالسلام الجمهوري زي النهاردة. دي بداية. ونفسي كمان، وده أنا حاسه، إن بعد ما ربنا زاح عننا غمة الإخوان، وقبلها ربنا زاح عننا غمة مبارك ورجالته، حسيت من جوايا إن كل مرة السلام الجمهوري بتاع بلدي بيتقال ببقى عايز أقف وعايز أبكي وعايز أحضن اللي جنبي، لأن دي العزوة. أنت العزوة، أنت عزوة مصر، مش عزوة بس عبد الفتاح السيسي، أنت عزوة مصر كلها. أنت من غيرك مفيش مصر. فلاح كنت أو عامل أو صنايعي أو مهندس أو شاب أو، أنتوا العزوة. أول معرفتي كانت بالنقابات العمالية، كانت وأنا صغير وأبويا مدرس في مدرسة، والناظر حب يطرد البواب اللي كان ساكن في المدرسة، فوقفوا كلهم، وكان مدرس وسط العمال والجنينية، وما كنتش فاهم ازاي وانا صغير ازاي الجنيني والعامل هينتصر على الناظر. ولكن من وانا صغير شفت ان لما العامل والجنيني، العامل والفلاح، لما الشاب والشايب، لما الست والبنت يحطوا ايديهم في ايدين بعض مالهمش كبير، وده اللي احنا قدرنا نثبته في 25 وثبتناه تاني في 30، ولازم من جوانا نبقى مصدقين ان الملك بتاع البلد ديت ربنا اعطاه لشعبها. دي البداية. وعايز اقول مستقبل مصر هي الحملة الوحيدة اللي ما راحتش للسيسي وقالت له انا بساند على بياض عشان لما تيجي انتخابات البرلمان انزل اقش من ورا ظهرك. حملة مستقبل مصر كتبت 10 نقاط كان بيكتبهم معانا الاستاذ الدكتور عبد الحليم انديل، وكان بيكتبهم الدكتور محمد غنيم، وكان بيكتبهم الست شاهين دميلت، ناس حبت البلد دي من غير تمن.